سلامكم شباب، عاملين اخباركم ايه؟ النهارده هناخد تكنيك سوبر سيت. سوبر سيت يعني ايه؟ بختار عضلتين متقابلتين، يعني مثلا باخد صدر مع ظهر، باي مع تراي، بخلص مثلا تمرين تشيست 8 عدات مثلا او 10 او 12، بعدها على طول من بين الراحه باخد مثلا تمرين الباك. التمرين ده ميزته في ايه؟ بوفر معايا الوقت، بيديني جهد كويس في التمرين، بيديني تحمل كويس، بخلي الباور عندي كويس. يلا بينا نبدا. شباب هيفرق معاك كتير جدا جدا جدا، وحاول تنوع في التمرين بتاعك. ميزه التكنيكات المختلفه انها بتديك تنويع في التمرين، فما بتحسش بزهق، بتلاقي عندك في كل يوم في جديد في التمرين، ما تملش من التمرين، وفي نفس الوقت بيحصل تغير كويس جدا في جسمك. ما تنسوش تعملوا شير وسبسكرايب للقناه. السلام عليكم.